كيفكم؟ يوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة ساكورا سكول سيميليتر، واليوم يا جماعة راح أورجيكم مستشفى جديد في لعبة ساكورا سكول سيميليتر. بس قبل جايز ما نبلش هذا الفيديو، ما تنسوا إنكم ايوه معي سلطان هلا قول هاي هاي. المهم اليوم جايز رح نشوف مستشفى جديد زي ما قلت لكم، بس اوف كورس قبل ما نبلش ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناه وتسمعوا حتى لايك فيديو. بس هلا خلينا نبلش. اول شيء ليش حبيت اعملكم فكره تبع مستشفى؟ بدي ادخلكم صراحه شوي قصه داخل هذا الفيديو. المهم زي ما بتعرفوا جايز، على فكره بلشت سلسله في لعبه ساكورا سكول، اخيرا عملت عائله في اللعبه. طبعا عندي اخ كبير وام واب، وعندي كمان اخوه ثانيين سريين لسه رح نستكشفهم بحلقات ثانيه بالسلسله. ففي كمان هاي القطه، وكمان رح نشتري قطط وحيوانات اليفه اكثر. سو ترقبوا جايز، هذه منها حلقه بالسلسله بس تقريبا. اوكي المهم سو ايش صاير جايز؟ طبعا اخي الكبير اللي اسمه امير بيدرس بنفس مدرستي، اوكي، بس هو اكبر مني بسنه. ف هلا تقريبا احنا يعني بنفس العمر وكذا. المهم يا جماعه، طبعا هو حاليا بالمدرسه بس انا اليوم ما رحت على المدرسه عشان امي وابي قالوا لي انه بقدر اضل بالبيت عشان اراقبه لانه هن مسافرين. ياي طبعا يعني ما بحب لما امي وابي بيسافروا لانه يعني اكيد يعني البيت بدونهم وكذا. بس كمان مبسوطه لانه يعني ما رحت على المدرسه، لانه اليوم كان رح يكون يوم كثير سيء لانه جايز المدرسه اليوم فاضي، مو الكل راح على المدرسه لانه اليوم يعني خلص الايام الاخيره تبع المدرسه، مو الكل بيروح على المدرسه. اوكي عم تستعفرين وكذا، بس انا جايز ما بدي اروح على المدرسه. فامي وابي قالوا لي خلص ما تروح على المدرسه عشان تراقبي البيت، بس اخي الكبير امير قالوا له رح تروح على المدرسه غصبا عنك. بس يا جماعه اعطاني فلوس، اعطاني كثير فلوس وقال لي رح اعمل اللي بدك اياه، يعني خلص فيك تامريني اسوي اللي بدك بس بشرط طلعيني من المدرسه، غيبيني انه سنيك مي اوت. سو هذا رح اسوي اليوم، رح اروح عنده على المدرسه ورح اقول للمدير وكذا، رح اقول لهم انه لازم اخده على الدكتور عشان يخلوني اطلع اخي من المدرسه. سو رح اروح خلي اغير جايز ملابسي، بدي ابين كاني امه شيء زيك، حتى المدرسه اوريدي بيعرفوني. بتعرفوا ايش، خلص خلوني هيك، بس رح اغير ملابسي وبعدين ارجع لكم عشان نروح على المدرسه ونجيب امير. ما ادري حتى ليه بده يغيب من المدرسه، عادي يعني. المهم رح اغير ملابسي وارجع لكم. اوكي يا جماعه لبست زي هيك، ياي طلع كثير كيوت. هلا جايز رح اروح على المدرسه. زي ما تقريبا كلكم بتعرفوا انا ما عندي رخصه سياقه، اوكي، فالمفروض ممنوع اني اسوق بالشارع، بس انا يا جماعه اعرف اسوق لانه اخي امير علمني اسوق، هو عنده رخصه سياقه بس انا ما عندي، فعلمني اسوق بس لسه ما اخذت رخصتي. فعشان هيك جايز اعذروني لو سيارتي سيئه، وكمان بعرف انه هذا الشيء اللي قاعده اسوي فيه غير قانوني، انا مش لازم ابدا اني اسوق بالشوارع وانا ما عندي رخصه سياقه. بس اسفه جايز ما عندي ولا حل تاني، اخي قال رح يسوي لي اللي بدي اياه بس اطلعه من المدرسه. سو خليك جايز اروح على المدرسه وراح اخده على المستشفى، يعني رح اخده غصبا عنه على المستشفى لانه قال لي رح نسوي اللي بدك اياه. انا رح اقول له خلص بدي اروح على مستشفى لانه سمعت في مستشفى جديد نزل باللعبه. سو رح بورجيكم اياه جايز. خلينا نروح على المدير. انتظروا، ممكن مدير يقول لي خلص خديه بس على هذا المكان. سو بتعرفوا شو رح اسوي؟ رح اخرب هذا المكان، كل الاشياء هون اخربها. اوكي هلا خلينا نروح عند مكتب تبع الاساتذه. يا اوكي خليني اروح احكي مع استاذ. او ماي جاد لقيت الاستاذه المفضله تبعي، هذه استاذه الرياضيات، حرفيا خلتني احب ماده الرياضيات حتى لو ما احبها. بس المهم مرحبا معلمه، ممكن احكي معك دقيقه؟ ممكن تجي معي على مكان خاص؟ تمام يا بنتي تعالي. شكرا كثير بس لحقيني، بس بدي احكي معك عن دقيقه. طيب بليز. اوكي سو بتعرفيني صح؟ انت بتدرسيني؟ انا اسراء بدرس عندك وبتدرسي كمان اخي امير. اخوكي امير عن جد لازم يتادب، يعني بكون انا بشرح بالقسم وهو قاعد بياكل، قاعد بيتجول بالقسم كانه قسم ابوه، يعني بيعمل اللي بده اياه. ف اتمنى يعني تحكي مع اهلك واس، يعني بس بقول لك الحقيقي عشان لازم يعني يطور من نفسه، مش لازم هيك يضل ولا حاطي وحرسبه باختصار. اعذريه بليز، اسفه.
بس هو والله يعني قلبه كثير طيب، ما ادري شو. المهم حابه بس احكي معك انه اسالك وين هو هلا موجود، عشان امي قالت لي عشان اخذه، يعني امي قالت لي عشان اجي المدرسه وخبركم لازم اخذ اخي من المدرسه لانه لازم يروح عند الدكتور لانه مريض. صراحه ما ادري ايش مريض، بس يعني هذا اللي قلت لي ماما. تمام اوكي، بس بليز يعني اقبلي. اوكي صراحه تمام اوكي، سوي اللي بدك. هو موجود فوق بالقسم تبعه كالعاده. او ماي جاد، شكرا كثير. تمام مع السلامه. ياي او ماي جاد، اخي عن جد غير. او ماي جاد، قالت لي انه لازم يتأدب. والله رح اقولها لماما رح تضربه. جايز اكتبوا لي بالتعليقات هل لازم اخبر ماما ولا لا. انا اقول لازم اخبر انه هذا الشيء ضروري. اوكي مفروض هذا قسمه، خلينا ندخل. واو قاعد بدرس استاذ. هذا استاذي كمان مفضل. مرحبا استاذ، اسفه عشان قاطعتك. مرحبا وكذا هلو. المهم اسفه عشان قاطعتك بس بدي اخذ اخي. تمام حكيت مع الاستاذه تحت. سوي اللي بدك اياه. اوكي امير 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 امير، يلا نطلع. هلو تعال بسرعه. تمام، بس يعني ليه قاعده بتصرخي؟ رح تهربيني من المدرسه صح؟ ايوه بس الحقني يلا بسرعة بسرعة. اجت معلمة جديدة ما حكيت معها اصلا. يا الله ليه بتسوي هيك؟ يعني بتعرف حكيت مع استاذة تبع الرياضيات وقالت عنك غير مؤدب، لازم تتأدب. والله رح اخبر ماما. يلا تعال بسرعة، انا اللي مهربتك من المدرسة. والله ما كان لازم اسوي هيك. كل هالبهدلة هاي، والله تبهدلت. يعني انا معروفة اني طالبة شاطرة بالمدرسة ودايما خارجة من المشاكل، عمري ما سويت مشاكل بالمدرسة. تكتب يا وليد، ما بتعرف انه حرام وعيب مو مش من الادب. وات ايش قاعد بتقول؟ هل بتقول انه عدني كدابة؟ تعال والله رح خبر ماما. يلا وين بدك نروح؟ انا رح قرر وين نروح. رح نروح على المستشفى لانه في مستشفى جديد بسنكور. رح يا بنت قومي، ترى انا اللي رح سوق. بدك نروح على السجن؟ ترى انا اللي عندي رخصة. يلا بعدي عن وشي. هي رح تدعسني بسرعة اركبي. يا الله بدك ناخدك على مستشفى. ايوة اوكي. هلا يا جماعة الطريقة عشان تروحوا على هذا المستشفى، ما عليكم روحوا بس على المستشفى العادي. بس اول شيء قبل ما تروحوا على المستشفى العادي حطوا هذا الكود. اوكي فحطوا هذا الكود عادي بعدين روحوا على المستشفى. فموجود بس بهذا المكان. اوكي ممكن يبين لكم المستشفى لسه زي ما هو، بس لا يا جماعه شوفوا شو انضاف. يلا انزلي بسرعه ولا بتنتظريني افتح لك الباب؟ انزلي. جايز والله ما ادري يعني ليه كل هالاعصاب وكذا. مانك كول، مانك كول. ما حدا بيظن انك كول صح يا جماعه؟ اكتبوا لي بالتعليقات. المهم هذا والمستشفى رح تضل كذا تلحقني كانك خيالي، ضل هون برا. اوكي فشوفوا يا جماعه اول ما بندخل. او ماي جاد هذا المستشفى الجديد بيجنن كثير. شوفوا جايز حتى حاطين ممنوع التدخين. وليكو جايز المكان تبع انه الريسبشنست، ما ادري قصر اسمه، اسفه اسمها ريسبشنست على فكره. ما حدا سالك على فكره. الله اوكي المهم شوفوا يا جماعه ايش موجود في مكان للاكل كثير كيوت. شوفوا جايز شو قالكم سلطان، قالكم انه هذا الاكل عشان المريض يعني ياكل عشان انه يعني يضل بصحه جيده وهيك. ممكن كافيتيريا صغيره هون ليكو، حتى هن كاتبين لا ضمنت كاتبين كانتين بس لا هي مانا كانتين. المهم خلينا نشوف جايز ايش موجود فوق. وات شوفوا جايز هذا المكان عن جد ما ادري ايش هو، يعني شو هاد بس interesting. في يعني كراسي للانتظار وكثير شغلات. اوكي شوفوا هاي الغرفة الأولى جايز، طبعا في سرير وفي كثير شغلات يعني جايز. او ماي جاد شوفوا جايز في حتى مكتب يعني كثير واو صراحة، احسه كمان يعني مستشفى تبع اطفال. هذه الغرفة فاضية. وات اوكي المهم هاي غرفة فاضية. اوكي هلا هون الغرفة اللي دخلنا عليها صراحة كثير حلو حبيت. اوكي خلينا نصعد فوق.
المهم انا اعطيتكم الكود وانتو قاعد ادخلوا استكشفوا اكثر. المهم في كثير طبقات يا جماعة، تقريبا نفس الغرف بتنعاد. هون يا جماعة في حمام الله يكرمكم، يعني ما له اشي سبيشل، ما له اشي مميز يعني. اوكي هون يعني في كمان تقريبا نفس الغرف. اوكي هاي كأنه الغرفة تبع الانعاش، كأنه ما ادري صراحة شو اسمها، اسفة جايز، بس المهم يعني المكان اللي بيكون فيه المريض بعد ما بيطلع من عملية، من غرفة العمليات. وهذا المكان تبع اللي بيكون يعني مريض وكذا، اصلا المستشفى كله تبع اللي مرض، بس عن جد ما ادري يعني كل غرفة شو اسمها. المهم في كمان يعني مكان للراحة للناس اللي بيجوا يزوروا وهيك، فيب حتى يعني الاطباء والممرضين عشان يجلسوا كذا. الطابق اللي بعده كمان هون في كمان حمام، وهون في غرفة فيها ثلاث تبع الأسرة. اوكي في باب ثاني كمان. بيرفكت بيرفكت، حبيت هاي الطابق. هذا المشفى كأنه ناطحة سحاب حرفيا. او ماي جاد. اوكي خلينا نشوف. هون في ثلاث أسرة كذا عادية، ما حبيت هذا المكان صراحة. وخلص هيك يا وذاتس ات. هلا مين رح ينزلني؟ رح انزل كل هذا الدرج. او ماي جاد رح اتعب كثير. اوكي اخيرا شو ما نزلت كل هذا الدرج. المهم واو لسه بنتظرني. المهم هذا هو المشفى جايز، راح كثير حبيت. اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم. فاحس ساكورا سكول سيميليتر اصلا لسه يعني رح يعملوا تحديثات اكثر للمستشفى، لانه عاملين بس طبقه واحده بس، يعني بالمستشفى العادي هذا عاملين بس طبقه واحده، والغرف يعني كثير عاديه كانه. احس لازم يعملوا شوي يعني كذا اختلاف، شوي تغيير. ياب. المهم هيك رح اخلص جايز الفيديو، بحبكم كثير، بس نلتقي فيديو الجاي. باي.